بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. عاد بعد ذلك أيضا إلى موقفهم من الرسل وتكذيبهم، وليتهم وقفوا عند تكذيب رسولهم بقالوا من الرسل كلهم: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. احنا قلنا المثل معناه ان تشبه شيئا بشيء. حين تشبه شيئا بشيء تبقى تريد ان تلحق خفيا بشيء جلي. يعني شيء خفي يقول لك انت ما شفتش فلان، يقول لك والله ما شفتوش، يقول لك اهو هو مثل فلان، شكله كده، طوله وعرضه ومش عارف ايه، تغلب فيه. يبقى انت ايه؟ شبهت شيئا خفي بايه؟ بشيء جلي. عشان ايه؟ ليستقر في ذهن السامع. طب يبقى نقول مثل ولا مثل؟ نقول فلان مثل فلان. طب متى نقول مثل؟ اذا كان المثل بقى ده شاع على ألسنة الناس وكان من كلام حكيم واصبح مضروبا في كل شيء. الملك الذي أراد أن يتزوج فتاة فأرسل خاطبة اسمها عصام، وقال لها: اذهبي حتى تعلمي لي علم ابنة عوف. شوفيها يعني ايه كده شكلها. فذهبت وقابلتها ومش عارف ايه، وخدت اوصافها كلها اللي هي عايزاها، واوصاف طويلة بقى اللي حب يقرأي بقى في الكتب. فلما رجعت عصام، عصام اسم امرأة، ورجعت للملك قال لها: ما وراءك يا عصام؟ ايه الاخبار اللي انت جايباها؟ ايه اللي وراك؟ فقالت له كذا، وقعدت توصف للبنت وصف شوقها ايه؟ شوقه اليها. اهي ما وراءك يا عصام ان قالت في حادثه مخصوصه كان بعتها ملك علشان تخطب له ام اياس بنت عوف ابن محلم الشيباني. فلما ذهبت وجدت قال لها: ما وراءك يا عصام؟ المثل ده لما قال اسم مورد ورد المثل في كذا. احنا دلوقتي اذا بعتنا واحدة تجيب لنا خبر من اي حاجة وبعدين برضو قول لها ايه؟ ما وراءك يا عصام. يبقى انا شبهت الحالة دي للحالة هي، ولا غيرتش الاسم، ما قلتش ما وراءك يا فاطمة ولا ما وراءك يا ليلى، انا قلت ما وراءك. طب افرض انا بعت راجل قلت له شوف لي ايه الاخبار وتم جاي، برضه هتقول له ايه؟ ما وراءك يا عصام. لا تغير المثل. جماعه راهم قال برضه ما وراءك، ما تقولش ما وراءكم. الله، اذا الامثال لايه؟ يبقى المثل هو ايه؟ المثل هو تشبيه شيء، تشبيه شيء بشيء، بس الشيء اللي انا شبهته به صار مضربا للامثال. زي ما الوقت يقول لك ده فلان ده حاتم. طب ما حاتم مات، انما بقى ايه؟ بقى مثال لمين؟ تقول له مرحبا ابن، انت ابن حاتم؟ الله، ما حاتم مش موجود، انما لانه ضرب انت عنتره ابن شداد. احنا بنقولها دلوقتي، الوضع عنتره جه، الوضع عنتره راح، اللي هو يعني انه شجاع. يبقى الامثال لا ايه؟ لا تغير. ان اتقالت في امراه تفضل وان كيلت لرجل، إن قالت في جماعة تفضل وإن كيلت في جماعة. يبقى ما وراءك يا إيه؟ يا عصام. تعال أول واحد مثلا كان قاعد عامل فتوة في القهوة، وبعدين جاء واحد فتوة أكبر منه، فواحد غمض وقال له إيه؟ راعي مساوي بقى أحسن من الفتوة الكبير جه. قام هو بص له كده يعني باحتقار كده، قام هو قال له: إن كنت ريحا فقد لاقيت إعصارا. بقى مثل: ان كنت ريحا فقد لاقيت ايه؟ اعصارا. الله، برضو ما يتغيرش. يقال ان الواحد جه فوق الايه؟ فوق الواحد، يعني واحد
خد الايه الرخم القياسي، كسر الرخم بتاع ذكاء، يقول له ان كنت ريحا فقد لاقيت ايه، فقد لاقيت اعصارا. واحد مثلا جه يوم الامتحان قال خطف كتب وهو رايح الامتحان من واحد قال بيغش في الكتاب، وانت تقول له قبل الرماء تملا الكنائن، انت جاي تذاكر دلوقتي السلم؟ زي اللي رايح يصطاد، اهو ده مثل برضه، اللي رايح يصطاد قبل ما رايح يصطاد ده بيعد نفسه، بيجيب جعبه اللي هي الشنطه اللي فيها السهام والقوس بتاعه والبتاعه ويملأ الكيس ويتابع رايح عشان يصطاد. انما واحد راح وبعدين شاف الغزاله ماشيه وعايز يضربها يقول له يجيب يملي الكمانه في الوقت ده، يقول له لا قبل الرماء تملأ الكمائن، تقولها لمين؟ اللي بيذاكر في ساعه الامتحان، يقول له قبل كده كان ينفع، ما ينفعش الكلام ده. يبقى ما اتمثل ولا لا؟ يبقى اذا المثل قول شبه مضربه الان بمورده سابقا، لان المورد ايه؟ لان المورد كان ايه؟ كان قوي وموجز ومحفوظ، تبقى ده اسمه ايه؟ كذلك يضرب الله الامثال. بس بقى الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، ربنا اللي يضرب، لمن لا تضربوا لله الامثال، سيبوه هو ايه؟ هو اللي يضرب الامثال. لما ضرب المثل بالبعوضة ايه اللي يجيب في القرآن بعوضة ومش عارف ايه وبتاع، ايه الكلام دي؟ ما عرفوش ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. قال طيب ما دام هيبطل المثل ما اللي فوقها يبقى من باب اولى، يقول له لا انت فهمت غلط، ده مش فيما فوقها في الكبر، ده فما فوقها فيما تستنكرونه من الضآلة، فما فوقها في ايه؟ في الضآلة، فيروس يا سيدي، هسميها فيروس، هسميها ميكروب، اجيب مثل بالميكروب. يبقى اذا وليه بنقول بقى ضربنا المثل، ضرب المثل؟ قال لك لان الانسان له حواس متعددة، فهو يرى ويسمع ويشم ويدوق ويحس. لو شفت كل الاشياء دي تجد ألصق شيء بالحس ان يضرب. ولذلك تيجي واحد نايم مثلا تناديه نمت ايه؟ تقوم تيجي ناحيته تقول له يا شيخ قوم بقى، قوم بقى قربت اهو، يبقى عايزك قوم. الله، يبقى الضرب ده ايه؟ الضرب هو الاثر الذي لا يمكن ان يتخلف مبلوله. ولذلك لما ربنا بيقول فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله، يقول هناك في آية تانية وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، يؤثرون فيها تأثيرا وإيه واضحا. احرط زي الحرط دي الإيه، زي الإيه الضربة وكده. فإذا يضرب الله المثل يحسسك به حس الألم من الضرب، فإذا ما حسيتش بده بالمثل ده يبقى أنت ما عندكش إيه حس، خلاص يبقى الحس بتاعك إيه، يبقى الحس بتاعك مات، ويبقى لا مؤاخذه يبقى مشلول، يبقى ايه؟ يبقى مشلول. ولقد ضربنا للناس في هذا القران، يعني جبنا لهم امثال لا يمكن لاي واحد الا انه يستقبلها، كما يستقبل الانسان الضرب اخر مرحله من مراحل الايه؟ اخر مرحله من مراحل الايه؟ الادراك. ولقد ضربنا للناس حتى المثل الله، احنا قلنا سابقا الحق سبحانه وتعالى ضربه في نفسه، مش قال مثل نوره، مش قال مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، بقى هو نور ربنا كده؟ ام قال لك النور انت فاهم ذات النور؟ لا، النور المقصود به التنوير، النور مقصود به ايه؟ يقول لك فلان نور هذا البيت، يعني ايه؟ يعني منوره. فمثل نوره مش مثل ذات نوره، لا، مثل تنويره لكونه الواسع، مثل تنويره لإيه؟ لكونه الواسع. ينورك حسي بالشمس وبالقمر بالليل وبالنجوم اللي تهتدي بها، خلاص كده. وينورك تنوير تاني، تنوير معنوي، يديك القيم اللي معناها، لأن فائدة النور الحسي إيه؟ ما فائدة النور الحسي ده؟ فائدة النور الحسي أنه يجعل خطوي واتجاهي وحركتي على بصيرة. ف
فلا أصطدم بشيء أنا أقوى منه فأحطمه، ولا هو أقوى مني فيحطمني. يبقى فايدة النور إيه بقى دلوقتي؟ بيعمل إيه؟ بيزيل الظلم، لأنني اصطدمت بحاجة أنا أقوى منها يبقى حطمتها. يجربها واحد منكم النور مطفي كده وقايم يروح دورة المية وبعدين يشوف ترابيزة بتاعه ولا طقطوقة، إن عملها كده يعني يكسرها. طب ونخبط في الكرسي ولا في الترابيزة الكبيرة دي يعني يجرح نفسه ويعمل يبقى النور الحس بيعمل إيه؟ بيهديني إلى ألا أصطدم ضارا لغيري ولا إيه؟ مضرورا من غيري. أدي النور هو أدي النور الحس. طب بقي النور المعنوي، النور المعنوي بيعمل لي بقى قيم بقى. في القيم بقى اوعى تغتاب الناس هيغتابوك، اوعى تعيب الناس هيعيبوك، اوعى تسرق من الناس هيسرقوك. الله، يبقى اذا عمال بيقول لي ايه؟ لا اضر الغير ايه؟ في القيم. يبقى في، ولذلك هيقول في الايه نور على نور مثل نوره ايه؟ كمشكاة فيها مصباح. كثير من المفكرين يفسر المشكاة بالمصباح، لا، لانه لو كانت كمشكاة مصباح يقول لك ايه؟ المصباح في زجاجة كمشكاة فيها مصباح، هيبقى يقول كمصباح فيه مصباح؟ لا، كمشكاة يعني الطاقة. عارفين في الفلاحين كانوا زمان يعلموا طاقة غير نافذة، يعني زي الشباك كده بس ايه مسدود، يحطوا فيها الايه؟ اللمبة زمان كده فجوة كده يحطوا فيها الايه، بس الطاقة صغيرة على قد المحباب. لما تحط الطاقة الصغيرة دي وتيجي تحط فيها مصباح، قال لك ممكن تحط صاروخ. طب المصباح ايه الفرق بينه وبين الصاروخ؟ قال لك لا، الصاروخ واخد هواء من كل جهة فيطلع له ايه؟ دخان يعكر الضوء. لكن لما تحط المصباح الزجاجة كده يعمل ايه؟ بيدي لها الضوء بس على قد الاحتراق، يبقى صافي. قال كمشكاة يعني طاقة ضيقة، يبقى الطاقة ضيقة. الله يريد أن يضرب المثل لتمويل السماوات والأرض كلها. قال أنا هضرب المثل بطاقة صغيرة، يبقى إيه الإيه المقابل الطاقة الصغيرة والكون كله؟ هذه واحدة. والطاقة الصغيرة دي فيها إيه؟ مصباح مش فتيلة، والمصباح مش مصباح عادي، في زجاجة. ليه؟ قال لك الزجاجة هتكسر الأشعة. الله، بقى المكان إيه؟ ضيق، حيز طاقة، مشكاة، والمشكاة فيها ايه؟ مصباح، والمصباح في ايه؟ في زجاجة مش عادي، والزجاجة مش عادية، ده زجاجة كأنها كوكب دري، يعني يضيء من غير حاجة. الله، والزيت اللي بينوره ده مش زيت عادي، ده زيت زيتون، ومش زيت زيتون عادي، الزيتون بتاعته لا شرقية ولا غربية، في أقوى أنواع الاعتدال. الله، طاقة قد كده، هذه واحدة. وفيها مصباح مش عادي، والمصباح في زجاجة، والزجاجة بتكسر الأشعة، والزجاجة كأنها كوكب دري، والزيت بتاعه زيت زيتون، والزيت زيتون ده لا شرق ولا ايه. يبقى هل يبقى في الطاقة شيء مظلم؟ فذلك الكون الواسع ينوره الله تنويرا مستوعبا. خلاص، هو بيضرب المثل مش لنوره الذاتي، لا، لتنويره لكونه، لتنويره لمين؟ ولذلك ايه مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. شوف بقى، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. قال لك نور على نور. طب يا رب ده النور تنويرك، النور التاني اللي انت جبته ليه هنا دي ايه؟ قال لك نور على نور في بيوت أذن الله أن تنور. خد النور القيم بقى زي النور الحسي، منجاك من المعاطب الحسية، نور القيم ينجيك من المعاطب الايه؟ المعاطب المعنوية. ولذلك احنا قلنا زمان ان ابو تمام قائل هذا الشعر حينما القاه للخليفة، قال بعض حساده، بعض حساد ابو تمام يعني، لان بقى ابو تمام لما مدح الخليفه بقى هيدي له عطاء كتير، فناس من الحاقدين بقى لك عكر عليه الايه؟ قال لك عليه خلاص كده. لما قال ايه؟ قال اقدام عمرو
يعني الخليفة فيه إقدام من عمرو ابن معدي كرب أشجع واحد في العرب في سماحة حاتم، في حلم أحنف، أحنف ابن قيس، أحنف ابن قيس مضروب بالمثل في الإيه؟ في الحلم. وناس قعدوا بقى يشتموه، وبعدين هو ماشي كده ساكت 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 ساكت، وبعدين قالوا اللي بيشتموه أنتوا عندكم لسه شتيمة تانية؟ قالوا لي قرب إيه؟ قال أصل إحنا الحي بتاعنا قرب أهو، إن كان عندكم حاجة قولوها قبل ما تروحوا الحي أحسن يقطعوكم. أنا حاتم في أحنف، في حلم أحنفة، في ذكاء إياس. جمع للخليفة كم وصف؟ الإقدام والسماحة والحلم، مش كده؟ وإيه كمان؟ الذكاء. أما الرجل اللي بيحسد أبو تمام قال لك ده الخليفة بقى هيديله إيه؟ وكشة، هيديله وكشة كبيرة أوي. هز راسه كده كالحاقدين عادة. الأمير فوق من وصفت من هؤلاء، هؤلاء جرابيع العرب تشبهه به. فأطرق أبو تمام هنيهة خلاص، ثم قال من نفس القصيدة بحرا وقافية لا تنكر ضربي له من دونه مثلا. أنا صحيح قلت فلان وفلان دول أقل مني صحيح، إنما أصلهم بقوا أمثال في الملا، أنا ما جبتش الذوات، أنا جبت بقى إيه؟ لا تنكروا لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا شعودا في الندى والباسي، فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكاة والمبراس. الأعجب من هذا أنهم أخذوا منه الورقة فلم يجدوا فيها هذا البيت، فكأنه ايه؟ ارتجالة. فأنا قلت ياما، قلت والله لو لقوه كان ما يقلش في التمجيد عن انهم ما لقوهش. ليه؟ أم قال لك ده يبقى معناه انه عارف ان الحساد هيقولوا عند كده كده فاحتطوا قال دي كده اهو، يبقى ده ذكاء تاني. نعم. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم، ما نفعتش الأمثال. ليه؟ قال لك ولئن جئتهم بكل آية جت من قبل كده برضه مش هيصدقوا، ولئن جئتهم بآية جديدة ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. الله، هناك الحق سبحانه وتعالى بيعتذر للناس عن إن هو لم يعطيهم الآيات التي يقترحونها. قال لك ليه؟ قال لك لأن سوابق الأمم الذين كذبوا الرسل كانوا يقترحون الآيات، ومع أنهم اقترحوها لما تيجي الآية برضو يفضلوا إيه؟ يبقى يفضلوا مكذبين. وإذا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وعايزين يطولوا الإيه؟ عايزين يطولوا الإجراءات شوية. وأيضا لو أنهم اقترحوا آية وجاء بها الله وأعطاها لرسوله فأخبرهم بها، مين نجي نقف عندها وقفة؟ نقول قبوله بأن يجيئهم بآية أخرى يبقى احترام لعدم إيمانهم بالآيات السابقة، وكأنها لم تكفي، بدليل إنه جاب واحدة، بدليل إنه جاب إيه؟ إنه جاب واحدة. إذن عدم المجيء ينفي الآيات كافية، بس أنتم مش عايزين تؤمنوا، ولذلك مش هنسأل عنكم ولا نجيب لكم إيه؟ آيات. لما جه سيدنا إبراهيم على نبينا وعليه السلام بيجادل النمرود، قال إيه؟ ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك؟ قال إبراهيم ربي إيه؟ يحيي ويميت. أم هو من بجسته قال إيه؟ أنا أحيي وأميت. طب إزاي كده؟ قول لنا كده. قال أنا أأمر على اليهود بإن يتتل كده وبعدين أعفو عنه. كلام يرد، يقول له أنت ما موتوش. لا، موته وحيه، يعني الكلام إنما أنت ما موتوش، لم يقدر منك موت له، يبقى الكلام كده. إنما هل إبراهيم يذكر في هذا اللجاج ده؟ دوك بده يمت في الكلام والأخذ والرد. قال له طيب بلاش دي، هنسيب لك دي.
قال رب بيجيب الشمس من المشرق تأتي بقى من المغرب بس. فبهت الذي كفر. بلاش الحكاية اللي انت هتقعد تعمل لي فيها ايه صفصطة كده، هنسيبها لك عشان ما نطولش الاجراءات، لانك انت عايز تطول اجراءات الايه. ولذلك هما فرعون يقول ايه، من ربك؟ ما ربك؟ مش على الله، ما رب؟ كل حاجه يرد عليه يقول له ما الله. اذا عمال يطول الايه اجراءات. فسيدنا ابراهيم ربنا الهمه انه يقول له ايه، ان ربنا بياتي بالشمس من المشرق ائتي بها انت من المغرب، حاجه سهله قوي. فبهت الذي ايه، فبهت الذي كفر. ولقد ضربنا للناس في هذا القران من كل مثل. ولذلك يقول لك الضارب والمضروب، لازم تلاحظ ان الضربه تؤلم المضروبه ولا تؤلم الضارب، والا يبقى مين اللي ضرب نفسه؟ يبقى الانسان ضرب نفسه، ضربه خبطه كبيره قوي كده ايده تنخلع، يبقى مين اللي ضرب نفسه؟ والذي المضروب يعمل ايه؟ الضارب يعمل ايه؟ يلاحظ ان الضربه تؤلم المضروب ولا توجع الضارب. ولذلك الشاعر اللي بيقول للناس الذين لا يؤمنون بقدر الله، أيا هاجئا من صنوف القدر، بنفسك تعنف لا بالقدر، ويا ضاربا صخرة بالعصا، ضربت العصا أم ضربت الحجر؟ تبقى أنت ضربت العصا من أحد السرة، والحجر ما يجربوش أي إيه؟ ما يجربوش أي حاجة. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. طب ما كان يقول أنت مبطل، إن جئتهم مبنية على الإفراد كلها في خطبوه، يقول إن أنتم ليه يجيب الجماعة؟ الجماعة قال لك إن الرسول إحنا نكذبه نقول أنت مبطل، لعل من قومه او المؤمنين به من يتعرض لنا ويشهد انه مش مقتل، يبقى الناس قبل ناس واحنا مش عايزين دي. انتم فقطعوا عليهم سبيل الايه، انت اللي يسدد لك، انت اللي ايه اللي ادي معناه ان انتم، او ان انتم ايها الرسل كلكم بتكذبوا وتجيبوا حاجات من عندكم تقولوها من عند ايه، من عند الله. الله، طب ما دام امنت ان فيه الله، انت مش قلت ان فيه الله، طب الله ده بقى يخاطبك انت ولا ايه؟ طب ما تامنش بالله بقى. الله. ولذلك احنا قلنا زمان حينما فطر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان الوحي كان قد اجهده، فقال زملوني دسروني، وقعدت لقى ستنا خديجه ايه تغطيه وتعمل له مش عارف ايه، لان اول مره. ليه؟ لانه ملك يلتقي ببشر، وما دام ملك يلتقي ببشر يبقى في حاجه من اثنين ضروري، يا البشر يرتفع الى الملكيه عشان يقدر ياخذ من الملك، يا الملك ينزل الى البشريه عشان يقدر ينفع عليه. ولذلك جبريل كان بيتمثل لنبي بشر ولا لا؟ تمثل بشر وقال ايه علي غبار السفر ومش عارف ايه. الله. يبقى اذا فلما يجيله يبقى لازم. ولذلك فضمني حتى بلغ مني الجهد وإن جبينه لا يتفصد عرقا، حاجة صعب، لأن ملكية مع مين؟ مع بشرية، حاجة صعبة وأول مرة، يعني مش لسه دربة. ففطر الوحي عنه ليستريح. ليه؟ قال لك لأن الألم له مدة ويزول، وأما ما يلقاه الوحي فلا يزول. يوم بعد ما جاء الألم تبقى حلاوة الوحي، تقوم تخليه يتشوق للوحي، شؤون الوحي يخليه يتحمل الايه ولا يدرى بايه. اللي رايح تسكة لحبيبه يبقى الارض كلها شوك ومش عارف وايه ولا يهمه. الله. اذا فطر الوحي لماذا؟ لان الوحي لقاء بشري، بشري بملكي. خلاص. فإما أن ينتقل الرسول إلى مرتبة الملك، أو ينتقل الملك إلى مرتبة إيه؟ البشر. ما حصلش، فتعب رسول الله. ولما تعب الآيات بتقول كلها فضمني حتى بلغ مني الإيه؟ الجه. جبينه يتفصد عرق، زملوني دسروني، خلاص كلام. إذا فهو متعب. ولذلك هيقول بعد كده ورفعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، خلناه خفيف،
ولذلك لما قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. هم شلتم وقالوا يا رب محمد قلاه يظهر جربه منفعش فسابه ما عادش بيوحي له. طب اشمعنى بقى دلوقتي قلت رب محمد؟ قال لا بقى في الجاف ايه؟ قلت بقى له رب دلوقتي الجفاه. طب ولما وصل ما اتكلمتوش ليه؟ خلاص ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك وحتيجي من غير تعب وقد كان. ولئن جئتهم بآية لا يقولن الذين كفروا إن أنتم، الضمير في الجمع هنا أنتم، إنا لرسول الله ومعه أصحابه والمؤمنون به لعلهم يشهدون لرسول الله بأنه غير مبتلى. فقال لهم كلكم أو أنتم، يعني كل الرسل اللي جابوا قبلكم والحكاية بتاعتهم، إن أنتم إلا مبتلون. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. كذلك كإيه؟ قال كما رأيت إنما كل من يجيب لهم حاجة ينكروه طبع الله على قلوب الكافرين. معنى الطبع يعني طبع الله على قلوبهم يعني ختمها. طب وختمها ليه؟ طب ده المصلحة أنها تفضل مفتوحة عشان يمكن يدخلها شيء من النور. قال لك لا، موجودين ما فيش فايدة. والله سبحانه وتعالى حتى نعمت لخلقه حتى يعين الكافر على مراده. الكافر به يقول لي يا أخويا أنت حبيت الكفر والكفر حلو قوي، طب إيه رأيك بقى إن أنا هختم على قلبك عشان لا الكفر يطلع ولا الإيمان يدخل. لا الكفر يطلع ولا الإيه. ولذلك احنا قلنا زمان للذين يحزنون من فراق احبابهم ويعملوها شغل بقى ويلبسوا النسوان اسود ويقعدوا يعيطوا واللي يجي يواسيهم قال بالصوت يقطع الصوت جامد قوي علشان يعني تبقى دي المجامله صح. الله وتلطوا قدامهم شغلانه. نقول له بقى ايه؟ احذروا ان يوافقكم الله على هواكم في عشق الحزن. لان ما دام تعشقوا الحزن ربنا يقول لك انت عشقت الحزن وحبيته خلاص بكره يجيب لك واحد تاني يموته والتاني اتنين يموته والتالت اتنين يموته. ولذلك تقول ديا للي زعلانين يضحكوا يخافوا على العيال اللي باقيين يخافوا على مش عارف ايه خلاص. لان نقول له عشقت الحزن اوعى تخلي باب الحزن موارب، سنكر باب الحزن بمسمار الرضا احسن. الحزن اللي اتسقر عليك مش هيخلي لك حبيب. اوعى دي. كذلك يطبع الله على ايه؟ على قلوبهم. ولذلك ايه؟ لما واحد يشغل عنك اوعى تذكره بك. اوعى ايه؟ تذكره ايه؟ بك. بلعنه على هجرك. بلعنه على ايه؟ ساعده على الهجر. ساعده على الهجر ايه؟ لانك انت ما تفكرك بنفسك. زي ما ربنا بيعين الكافر على الكفر ويخليه يطبع له على قلبه. والى لقاء